استأذنك ناخد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري. دكتور جمال ازي حضرتك؟ اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك دكتور جمال. معايا الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين بيرحب بحضرتك في البرنامج. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالسادة المستمعين الكرام الاعزاء. اهلا بيك. يعني كلمني عن الاجراءات اللي انتم عملتوها في الشهر العقاري الاخيره، وطبعا دي مهمه جدا في تسجيل العقود، الشقق، الاراضي، الاسكان، وده مهم جدا في تيسيرات كبيره جدا. كلمني على اهم الشروط اللي يتقدم بيها المواطن، ويبقى كمان ايه اللي كان موجود قبل كده واحنا خففنا ده ازاي. طيب خلينا يا فندم نوضح للساده المستمعين الكرام اهميه التسجيل. ليه احنا بنسجل والغرض من التسجيل؟ لان النقطه دي المفروض السيد المستمع يفهم نقطه اساسيه، هو لازم يسجل ليه؟ طب المواطن يقول لك مش هسجل، ايه العله من التسجيل؟ فاحنا نحب نوضح له نقطه مهمه، ان عله التسجيل هيوفر الحمايه والطمانينه في المعاملات العقاريه وسهوله التعرف على المركز القانوني للعقار بتاعه، هيؤدي الى الكثير من عدم النزاعات القضائية حوالين هذه العقارات. وبناء على هذا الأساس الدولة وجدت أن في عزوف عن التسجيل، فتحركت القيادة السياسية ومشروع قومي تبنته القيادة السياسية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد مشروع متكامل لنقل الثروة العقارية بطريقة سهلة وبسيطة. وبالفعل اشتغلت الحكومة على هذا التوكيل، وتم اعداد مشروع قانون على اعلى مستوى اللي هو صدر بتوقيع فخامه السيد الرئيس في 6 مارس. هذا المشروع القانون وضع ضوابط كثيره جدا للتسجيل، سقف زمن الاجراءات لا يتعدى 37 يوم لنقل الملكيه العقاريه، ووضع سقف زمني ده ادى الى ايه؟ عمل نماذج للساده المواطنين لكل حاله على حد. يعني ايه يا فندم؟ كل طريق من طرق الشهر تم عمل له نموذج. وضع اليد له نموذج، والتسجيل الرضائي له نموذج، واشهار الارث له نموذج. هذه النماذج سوف تسهل وممكن تسجل وممكن تسجل وضع اليد يا دكتور جمال؟ ممكن يا فندم. ما هو القانون اتعمل لعدم تسلسل بحث الملكيه، انا زمان كنت ببحث ملكيه في القانون القديم. طب القانون الجديد مش هبحث ملكيه، طب هعمل ايه؟ هقرن وضع اليد اللي قاعد اللي هي الحيازه الهاد المستقر اللي هو وضع اليد. من حاز عقار حيازه هادئه مستقره، سواء كان العقار ده قطعه ارض او شقه او محل، من حاز مد 10 مقرر عقار بنيه التملك مده 5 سنين حيازه هادئه مستقره بحسن النيه ومعاه سنه صحيح اللي هو عادي بال ابتدائي واحد الايصالات اللي بتثبت مرافق باسمه كهرباء نور غاز ايا كانت مرافق شهاده ميلاد، فسوف يتحقق الشهر العقاري بطرق معينة لصحة هذه المستندات والأوراق عن طريق النشر في الجرائد وعن طريق انتقال الشهر العقاري للمعايدة هذه العقارات، وسوف يتم نقل الملكية العقارية. معلش يا دكتور جمال أنا متفاهم الوضع اللي حضرتك بتقوله ده، لكن لو في أي حد بيسمعنا دلوقتي هيتبادر لذهنه سؤال مهم جدا، يقول لك هو ده مش ممكن يترتب عليه ضياع حقوق ناس؟ مثلا حد مثلا كان وضع يده على ممتلكاته وهم مسافرين خارج البلاد مثلا، او حد مثلا كان وضع يده على ارض اخوه على ارض اخته، وضع كده من اللي احنا بنشوفه. حضرتك اكيد درست كل المشاكل دي انا عارف. طبعا لو طبعا حد بيتبادر لذهنه السؤال ده دلوقتي ردك عليه يكون ازاي؟ اولا احنا لدينا في مصلحه الشهر العقاري والتوثيق الملكيات المسجله. تمام؟ تمام. يبقى قبل انا ما بعمل وضع اليد انا ببحث عندي في سجلاتي هل هذه الواحد مسجلة؟ لو مسجل عندك شهر عقاري ما ينفعش تنقل الملكيه للي متقدم على الارض دي، ولا انا فاهم غلط؟ لو هو متسجل باسم سين من الناس ماشي، وانا بعمل وضع يد باسم صاد، لازم انا اتحقق من وضع اليد ده وبيتم النشره، وبناء على ذلك بنتخذ الاجراءات. تمام. لا النقط خلي بال ساعتك، هي مصلحه الشهر العقاري والتوثيق هي الامين على الملكيه العقاريه. تمام. وما فيش عضو فني هيتم بحث ملكيه عقار ومش هيتحقق من الملكيه بكل طرق بحث الملكيه. طرق من ضمن طرق بحث الملكيه هو العقار المسجل لدى مكاتب الشهر العقار. تمام. فمن باب اولى ان هو بيتحقق. النقطه الثانيه ان احنا وقعنا بروتوكول مع وزاره العدل مع وزاره الري
اللي هي الهيئة المصرية العامة للمساحة لإتاحة كافة البيانات المساحية لديها من عقود مسجلة وعقود مشهرة على العقار. يعني أنا معنى كده أن كل العقود المسجلة اللي موجودة في الشهر العقاري والموجودة في هيئة المساحة المصرية هتبقى تحت نظرنا أثناء عمل المحاضر. طب العقد الابتدائي ده يا دكتور جمال لابد أن يبقى معمول عليه صحة توقيع ولا مش شرط؟ مش شرط، مش شرط. ولكن طب الأستاذ هشام، الأستاذ هشام يونس كاتب صحفي الأهرام بيسأل حضرتك، يقول لك طب العقد ده يتأكد من صحته إزاي؟ مين اللي يتأكد؟ الشهر العقاري أو المرافق، المرافق اللي تؤيد صحته. يعني لازم العقد ده يبقى مرافق معاه؟ لازم تكون المرافق سابقة على العقد، لحظة على العقد. يعني معاه عقد من 5 سنين لازم تكون اتصالات الكهرباء، هيجيب لنا شهادات من الكهرباء إن هو حيز من 5 سنين من وقت العقد. لكن لما معهوش لما معهوش كهرباء ومعهوش ميه ومعاه عقد ابتدائي بس ما ينفعش يسجل. لا 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 لا، عقد ابتدائي فقط لازم يبقى له سند للحيازه اللي هي الحاله الواقعيه الماديه اللي هو يبقى حائز هذا العقار. حائزه باي طريقه بقى، عنده كهرباء، عنده نور، عنده شهاده ميلاد اولاده في قبل ال5 سنين، كل هذه مبررات تقدر. ثاني حاجه، احنا الشهر العقاري بننزل نعمل محضر في الطبيعه ونسال الجيران الوحده او العقار ونسال الشهود ونسال حارس العقار، هل العقار ده او هل هذه الوحده ملك لسين من الناس؟ بناخد الصور البطاقه بتاعتهم ونمضيهم على اقرار الملكيه العقاريه وبيتحملوا المسؤوليه المدنيه والجنائيه. طيب اي حد ممكن ان هو يدلي ببيانات مزوره او يقدم اوراق مذكره؟ فعلا ممكن، وتنبهنا لهذه النقطه وحطينا نص جنائي في القانون المدني وهو تقرير عقوبه الحبس لمن يقدم اوراق مزوره لمصلحه الشهر العقاري، عقوبه حبس مده سنه و50,000 جنيه، يعني عقوبه سنه على الاقل و50,000 جنيه لمن يقدم اوراق وطبعا فسخ العقود اذا ثبت ده. لا، ده يتم الغاء هذا ومحوه من سجلات الشهر العقاري. تمام. وهل ده بينعكس على الاراضي الزراعيه برضو يا دكتور جمال؟ هل ده بينعكس على الاراضي الزراعيه، تسجيل الاراضي الزراعيه برضو؟ شوف، هذا القانون يسري على احكام القانون 114 لسنه 46 اللي هو بينظم الملكيه العقاريه. طيب سعادتك، القانون السجل العائلي اللي هو بينطبق عليه الاراضي الزراعيه، فلو كانت الاراضي الزراعيه تدخل في ولايه السجل العائلي فلا يطبق عليها هذا القانون. احنا عندنا في الشهر العقاري بنطبق العديد من القوانين، فبنطبق قانون السجل العائلي ده وبيسر على الاراضي الزراعيه، يبقى مستثنى من هذا القانون، فلا يجوز تقديم اي مستندات او اي اوراق او اي استمارات او اي تعاملات طبقا لهذا القانون اذا كانت ارض زراعيه وخاضعه لقانون السجل العائلي. فالاراضي الزراعيه مستثنه من هذا القانون لان ليها قانون وهو قانون السجل العائلي. طيب معلش سؤال تاني يا دكتور جمال، حضرتك عارف انه بيبقى في نسبه للاراضي الزراعيه لاقامه مباني عليها. اذا حد عنده مثلا 5 فدادين واعمل عليها استراحه او بيت او فيلا او مكان للعمال او ما الى ذلك، هل هذا النوع من المباني بيدخل ضمن الثروه العقاريه وهل يمكن تسجيله بذات الاجراءات ولا ده هينسحب عليه انه ده اراضي زراعيه ما نجيش ناحيتها؟ هو لو هو هيقيم على الارض الزراعيه منشأ بترخيص او بدون ترخيص، دلوقتي لا يستطيع أي مواطن أن يقيم على أي شبر في الوطن إلا بناء عن ترخيص وموافقة الجهات المختصة بإصدار التراخيص. يبقى أنا عندي الجهة اللي بلحة التراخيص، يبقى هل بتصدر ترخيص ولا ما بتصدرش ترخيص؟ طيب بتصدر ترخيص، يبقى العقار القائم هنا عقار له رخصة والرخصة لها محل، يبقى ما فيش مشكلة في نقل ملكية العقار ومع الاراضي الزراعيه طبقا لاحكام القانون السجل العائلي. بعض الناس يا دكتور جمال اللي عندها وحدات عقاريه موجوده في ابراج مخالفه وتقدمت عليها للمصالحه، ده ممكن يسجل؟ شوف يا فندم، لو كان هذا العقار المخالف صدر له ترخيص مباني وهذا الجديد في هذا القانون، فاذا كانت هذه الوحدات واقعه في نطاق الترخيص فيتم التسجيل هذه الوحدات
طالما أن هذه الوحدات مقامة في نطاق الترخيص. طيب الوحدات المخالفة اللي هي مقامة خارج أدوار مخالفة بقى فوق الترخيص، فوق الترخيص دي لازم يجيب فيها شهادة بعدم وجود مخالفات أو يجيب نموذج 10 اللي هو التصالح مع الأحياء. إنما إذا كان العقار له ترخيص فيتم نقل الملكية للعقار اللي داخل نطاق الترخيص. طيب المبالغ المالية اللي بتدفع بقى دكتور جمال؟ احنا لما بحثنا كل الحالات وكل الطرق وضعنا نموذج للرسوم والمصاريف الإدارية وتكلفة النشر وتكلفة الانتقال لا تتعدى كلها 4000 جنيه. 100 جنيه نموذج طلب، لأن المواطن كان قبل كده في القانون القديم هو اللي بيكتب الطلب، وكان بيكتب الطلب بطريقة خطأ، فاحنا وزارة العدل اجتهدت وكتب الطلب نموذج على ورق المؤمن. هذا النموذج قيمته 100 جنيه و 3900 جنيه رسم ومصاريف إدارية تحت التسوية لنقل الملكية العقارية لحساب مصلحة الشهر العقار والتوصيل. يبقى الرسوم حد أقصى 4000 جنيه شامل الرسم والانتقال والمعاينة والنشر ونقل الملكية والتوصيل. الحقيقة يا دكتور جمال دي فرصة كبيرة جدا للناس اللي عايزة تقنن أوضاعها، لأن طبعا عندنا نص في القانون بيقول لك الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل. فالحقيقة دي المدني قال الكلام ده فعلا. طبعا فده طبعا فرصة كبيرة جدا للناس اللي عايزة تقنن أوضاعها وتيسيرات كبيرة جدا. بشكرك عليها دكتور جمال، وبشكرك إنك درست كمان كل المشاكل اللي كانت موجودة في السابق وعرضتها في المذكرة اللي حضرتك عملتها، اللي هو بالتالي صدر هذا القانون اللي بيأثر على الناس. والوقت كمان مهم جدا، 37 يوم ده وقت قصير جدا، حكيت في ناس بتقعد بالسنين وبتسجل في عقارات عندها. الحقيقة بشكرك جدا دكتور جمال يعود رئيس مصلحة الشهر العقاري، بشكر حضرتك جدا على المداخلة معانا.